أهلا بكم مشاهدي الكرام وحلقة جديدة من تحت الضوء. أعلن مجلس القضاء في العراق تعليق جميع الأعمال في المحاكم التابعة له وفي المحكمة الاتحادية، يأتي ذلك بعد ساعات قليلة من توسيع مناصري التيار الصدري اعتصامهم إلى أمام مبنى مجلس القضاء في المنطقة الخضراء ببغداد، في خطوة تصعيدية في الأزمة السياسية المتواصلة منذ أكثر من 10 شهور. وأفاد بيان للتيار الصدري أن مناصري التيار أعلنوا اعتصامهم أمام مجلس القضاء الأعلى حتى تحقيق لائحة مطالب قاموا هم بتقديمها، من بينها حل البرلمان وعدم تسييس القضاء. نتساءل في حلقة اليوم في خضم المأزق السياسي الحاصل في العراق، الحل بيد من؟ سيكون ضيوفي في هذه الحلقة الأستاذ شاغو القرداغي الباحث في الشأن العراقي ضيفي في الأستوديو، أهلا بكم، والأستاذ عبد الله سلمان كاتب والباحث سياسي عراقي ضيفي عبر سكايب. أستاذ عبد الله مرحبا بك. أهلا بكم جميعا. إذا نشاهد سويا هذا التقرير قبل أن نبدأ بالحوار. الصراع المحتدم على السلطة والمال والنفوذ بين الإطار التنسيقي المؤيد لتشكيل حكومة توافقية والتيار الصدري الذي يصر على موقفه بحل البرلمان وإجراء انتخابات جديدة جعل الأمر يتحول إلى مأزق معقد وشائك. محللون حذروا من تفاقم الأزمة السياسية وصعوبة التوصل إلى اتفاق بين الكتل السياسية لحل الأزمة بدون الاتفاق مع زعيم التيار الصدري الذي قاطع جلسات الحوار التي عقدت مؤخرا في بغداد. الأزمات السياسية والصراعات المستمرة على السلطة ألقت بظلالها على الشعب العراقي الذي حل بالمرتبة 79 عالمياً ضمن قائمة أفقر شعوب العالم وفقاً لمجلة جلوبال فينانس الأمريكية، في وقت انخفضت فيه نسبة ثقة العراقيين بالبرلمان إلى 12% فقط بحسب مؤسسة جالوب الدولية. المشهد السياسي المتأزم في العراق رافق سلسلة من التسريبات والفضائح لكبار المسؤولين وحجم الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية بعد 2003، فضلاً عن استقالة وزير المالية علي علاوي التي ألقت بتداعياتها على المشهد السياسي والاقتصادي في البلاد، وفقاً لصحيفة الاندبندنت التي أشارت إلى أن علاوي ذكر في استقالته أنه تعرف على مدى تدهور الدولة التي تم الاستيلاء عليها فعلياً من قبل الأحزاب وجماعة المصالح الخاصة. بعد مرور أكثر من 10 أشهر على عدم تمكن الأطراف السياسية المتنازعة من تشكيل الحكومة، فإن المأزق السياسي يزداد تعقيداً في ظل تواصل القوى المتناحرة مناكفاتها التي يدفع ثمنها الشعب العراقي الرافض للنظام الحالي الذي جاء به الاحتلال الأمريكي وتدعمه إيران بجميع أحزابه الفاسدة وميليشياته المتنفذة. إذن أبدأ معك أستاذ شاهو القرداغي، بالنسبة إلى تعطيل القضاء كيف تابعت وقعه على الشارع العراقي؟ البعض من المراقبين يرون أن القضاء بالنسبة للطبقة السياسية يعد صمام أمان، في حين أن الشارع العراقي غير مكترث لتعطيل القضاء، كيف تابعت ذلك؟ بداية تحياتي لك دكتور وللمشاهدين الكرام والضيف الكريم. حقيقة ما جرى اليوم من تعليق لعمل القضاء، وعلى الرغم من أن هذا القرار يعتبر قرار خطير على الدولة، لأن القضاء كما يقال أنه صمام أمان الدولة، إلا أن التداعيات أو ردود الفعل كانت توضح صورة من يعمل أو من يستفيد من قرارات القضاء. يعني رأينا منذ أن اتخذ المجلس القضاء هذا القرار جميع الفصائل المسلحة، جميع رؤساء الكتل السياسية الأطراف الحزبية قامت بالدفاع عن القضاء وأعلنت أنه لا يمكن تعطيل أو تعليق عمل القضاء وأننا في خطر والدولة في خطر، وبالتالي تؤكد هذه الوقائع أنها هذه الأطراف ترى وتشعر أن القضاء
أساس مهم لمصالحها، وبالتالي لا يمكن التخلي عنه ولا يمكن القبول بتهديدات التيار الصدري الذي يستهدف خلال الفترة الأخيرة منظومة القضاء ويعتبره جزءا رئيسيا من المشكلة وليس من الحل. ردود فعل الشارع العراقي كيف كانت؟ لم يكترثوا بهذا الأمر، لأنهم لا يشعرون أن هذه المؤسسة تحقق العدالة وتحقق المساواة وتنفذ القانون على الجميع. يعني نماذج كثيرة مرت على العراقيين إذا عدنا إلى الوراء، معاقبة طفل صغير بسبب سرقة منديل، يعني وعلى الطرف الجانب الآخر هناك من يسرق أكثر من 350 مليار دولار منهوب وإلى الآن القضاء لم يتحرك. أيضا أحداث أخرى كان يعني نتذكرها، إصدار حكم باعتقال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بتهمة قتل قاسم سليماني على الأراضي العراقية، والذي كان قرارا مضحكا وأضحك العالم على القضاء العراقي. بينما في نفس اليوم الذي صدر فيها هذا القرار، كان في 2021، في نفس اليوم تم العثور على مقابر جماعية لمئات المغيبين الذين تم تغييبهم واختطافهم بعد عمليات يعني تحرير المناطق من داعش، ولكن القضاء لم يتحرك. يعني لماذا يلجأ القضاء للتعامل مع ملفات مضحكة ومستحيلة ولا يمكن تحقيقها؟ يعني من يستطيع أن يقوم بإلقاء القبض على ترامب ولكنه لا يتعامل مع الملفات الأخرى الممكنة من قتل واغتيالات واختطافات وتغييب آلاف من المواطنين؟ هذه الإزدواجية في التعامل أعطت إشارات سلبية للمواطن العراقي، جعلته يشكك في هذه المنظومة، يشعر أن منظومة القضاء لا يقوم باتخاذ إجراءات فعلية لمصلحة المواطنين. وبالتالي اليوم يعني الكثير من المواطنين، الكثير من الشرائح العراقية لم تكترث بما جرى، رغم أنه أمر خطير. يعني دائما ندرك نحن تماما أن القضاء هو أساس مهم في الدول المتطورة، لأنه يحافظ على الحياد والاستقلالية، ولكن عندما يفقد القضاء مبادئ الاستقلالية والحياد فإنه يؤذن بانهيار الدولة. كما يقال يعني الفساد أو الظلم مؤذن بخراب العمران، يعني هذه المقولة مقولة تاريخية، ونتيجة لتدهور القضاء يحصل هذا الأمر. للأسف هذه الوقائع، هذه المعطيات، الكثير من المواقف الأخرى التي شهدها العراق ولم يتعامل معها القضاء بصورة فعلية أو بصورة حقيقية، جعلت المواطنين يشككون وينظرون إلى هذه المؤسسة كجزء من الأحزاب السياسية. إضافة إلى يعني جميع اللقاءات أو المشاورات السياسية، رئيس مجلس القضاء موجود، يعني موجود في جميع المناور يعني مفاوضات وفي جميع الجلسات، وكأنه جزء من هذه المنظومة السياسية وليس طرف مستقل يجب أن يحافظ على استقلاله وحياده. طيب يعني تمخض الجبل فأنجب فأرا مثلما يقولون أستاذ عبد الله سلمان، عندما يعلق القضاء جميع الأعمال في المحاكم التابعة له، هل ترى أن المواطن العراقي يرى في القضاء أنه أداة من أدوات الحل، أداة من أدوات الإنصاف؟ من الذي يستفيد من قرارات القضاء منذ عام 2003 إلى الآن؟ هل قام القضاء فعلا باتخاذ إجراءات فعلية لإنصاف المواطن العراقي، للحفاظ على حقوق المواطن العراقي؟ من الذي يستفيد من القضاء في وضعه الحالي؟ تحية لك مرة أخرى ولضيفك الكريم ومشاهديكم الأكارم. حياك الله أستاذ عبد الله. العراقيين بتجربتهم من بعد الاحتلال إلى يومنا هذا يعرفون تفاصيل العملية السياسية ويعرفون مداخلها ويعرفون أركانها، ويعتبرون أن ما يسمى بالقضاء العراقي هو جزء من هذه العملية التوافقية، وهو لا يحيد عن مصالحها. والتجربة مع العملية السياسية أركنت إلى أن العراقيين عانوا الأمرين وأذاقوا منها الويلات من هذه العملية السياسية، والقضاء مؤيد لها ومساند لها، وكثير من العمليات الهامة الأساسية في حياة الشعب العراقي لم يتحرك القضاء لصالح الشعب العراقي ولا مرة. هذه التصرفات من القضاء العراقي بالتأكيد تنعكس على
فهم الشعب العراقي لما يسمى بالقضاء. اليوم العراقيين لا يعتبرون هناك قضاء، لذلك نرى اليوم العشيرة هي التي تتحكم في الشارع العراقي، في إنزال العقوبات بالآخرين أو إثارة المشاكل الأخرى أو اتخاذ حقوقهم أو الدفاع عن أعضائها أبناء العشائر أو غيرهم، والإصابات تسوق العراقيين إلى المهالك والقتل والمخدرات في الشوارع، وكل مآسي الشعب العراقي أمام أنظار هذا القضاء، هذا القضاء الذي يقف أحد أركان النظام ويقول نحن نضغط على القضاء ولم يستدعيه ولا يدافع حتى عن كرامته كقضاء يعني، ويقول أحد الآخرين يطلع يخرج في الإذاعة ويقول أنا سرقت وأنا أخذت رشوة ولم يستدعي أحد، ويقول أحد نحن عملنا كذا ونحن قتلنا، وهذا دليل مادي التلفزيون. التلفزيون ليس وسيلة إعلام للناس فقط وإنما دليل مادي لكل. الصدر قال أن قيس الخزعلي قتل 2500 مقابل أخوه، أين القضاء من هذا؟ كل هذه الجرائم والقضاء يلوذ بالصمت، دليل على أنه هو متخاذل وهو جزء مهم من أداة العدوان على الشعب العراقي، ولم يقف يوم لصالح الشعب العراقي. تلك هي المصيبة من القضاء الذي لا يرى العراقيين فيه أي معايير للنزاهة ومعايير الكفاءة والوطنية. طيب أستاذ شهاب، بالعودة إليك، اعتصام التيار الصدري أمام مجلس القضاء في العراق وطالبوا بتحقيق عدة مطالب، كيف تنظر إلى اشتداد هذه الأزمة وعدم الوصول إلى حل واشتداد هذا المأزق السياسي في العراق؟ هل ترك ثمة تداعيات على الشارع العراقي ربما يكون لها انعكاسات في المرحلة الحالية وفي المستقبل؟ طبعا لجوء الأنصار التيار الصدري إلى أمام، يعني نقل اعتصامهم إلى أمام مجلس القضاء الأعلى كان متوقعا، لأنه من خلال النظر والتركيز وتحليل خطابات التيار الصدري والإعلام القريب منه من الواضح أنهم لم يعودوا يتعاملون مع القضاء كطرف محايد ومستقل، بل أصبحوا يتعاملون معه كخصم يجب أن يتم استهدافه لإضعاف الطرف الآخر، لأنه كما رأينا بالعودة إلى الوراء مشروع الصدر لتحقيق حكومة إغلبية وطنية كان أحد أسباب تعطيل هذا المشروع هو قرار القضاء، يعني فبالتالي هم ينظرون إلى أن قرارات القضاء جاءت لمصلحة الإطار التنسيقي، وبالتالي هم اليوم حاولوا أن يوصلوا رسالة واضحة إلى هذه المنظومة، إلى منظومة القضاء. في المقابل أيضا رئيس مجلس القضاء فائق زيدان أيضا يعني أعطى إشارات بأن داخل المنظومة السياسية، داخل الميليشيا، داخل الفصائل لديه نفوذ كبير، يعني رأينا أن الكثير من قيادات الفصائل والقيادات الحزبية نشرت بيانات تؤيد القضاء، هذا يعني أن فائق زيدان أيضا يريد أن يعطي رسالة للصدر بأنه ليس وحيدا وأنه سيقاوم وأنه لديه دعم داخلي وإقليمي ودولي أيضا، وبالتالي يصر على مواقفه التي تميل إلى جانب الإطار التنسيقي. طبعا ما جرى اليوم من هذا التصعيد هذا يؤكد مجددا أنه لا يوجد فرص أو لا يوجد أدوات للنقاش والتفاوض بين هذه الأطراف، وبالتالي هي تلجأ إلى الشارع. يعني إلى الآن هناك لجوء إلى الشارع، إلى الآن لم يعني يقرر المتخاصمون اللجوء إلى السلاح، وهذا الأمر طبعا وارد أيضا. رأينا أن جمهور الإطار التنسيقي أيضا يريد أن يصعد ويدخل المنطقة الخضراء حتى يعطي إشارات بأنه أيضا قادر على تحريك الشارع. نتيجة لماذا؟ نتيجة لفقدان الثقة وأيضا غياب أي كفيل يستطيع أن يضمن التعهدات هل يتحقق أو لا. يعني الآن التيار الصدري سابقا كان لديهم موافقة على دخول هادي العامري في مفاوضات مع التيار الصدري، الآن يريدون ضمان حتى يستطيع هادي العامري أن ينفذ ما يتعهد به، يعني بالتالي هناك أزمة ثقة داخل الأطراف الشيعية. هذه الأزمة نتيجة تراكم الأخطاء، نتيجة عدم التوافق، نتيجة كسر قاعدة المحاصصة التي يبدو أن الصدر يريد أن يؤسس لقاعدة جديدة يحكم العلاقات السياسية والمنظومة السياسية بالعراق مستقبلا. ولكن اسمح لي أن أنتقل بالسؤال للسيد عبد الله. سيد عبد الله، هل ثمة طارئ جديد أو طوارئ جديدة حصلت
لكي يتحدث زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر عن اشتداد الأزمة داخل الإطار التنسيقي. ماذا يعني هذا الأمر من وجهة نظرك؟ ما الإشارة؟ الخلافات مع الإطار بين الصدر والإطار هي في شقين. الشق الأول هو خلاف شخصي ما بين المالكي وما بين الصدر. هذا الخلاف أخذ مداه. والقسم الآخر من الخلاف هو المجموعة الأخرى الموجودة في الإطار تريد تجذير عملية المكونات الطائفية، ويحاول الصدر لأنه يريد أن يخرج خارج هذا الإطار ويدخل الإطار الأوسع للوطن العراقي إذا كان صادقا في هذا. وهذا هنا تصطدم بهذه برؤياه هو أو بما أعلنه على الأقل، لأنه إذا ما لم يتمسك بما أعلنه فسيعتبر فشل كبير بسياسته التي أعلنها. فبالتالي الإطار يعني مشكلته أنه مرتبط بإيران ارتباط وثيق وتحت حسب أوامرهم، وبذلك الصدر أيضا يحاول أن يخلق قاعدة أخرى جديدة في التعامل السياسي مع الإطار. فمشكلة الصدر مع الإطار لم تعد كما كانت في السابق شخصية، وإنما أصبحت اليوم شخصية وذات بعد سياسي ترتبط بإيران ومرتكزاتها. أستاذ شاهو، ائتلاف المالكي عندما يتحدث يقول ما الفائدة من المناظرة مع الصدر والصدر هو شريك في العملية السياسية منذ عام 2005؟ هنا أيضا يعني يطرح هذا الأمر عدة أسئلة. ما المستجد وما هي القاعدة الجديدة التي يريد زعيم التيار الصدري أن ينشئها بعد مرور هذه السنوات الطويلة؟ طبعا من حيث المبدأ والأساس جميعهم متفقون أن الجميع شارك في هذه المنظومة السياسية والعملية السياسية، حتى التيار الصدري. طيب. يعني إلى الآن هو لديه مناصب داخل الحكومة، يعني وتركيزه على البرلمان والقضاء والحكومة الذي هو الأداة التنفيذية والأداة التي من الممكن هدر المال فيها والفساد وإلى آخره. يعني هذا الأمر واضح جدا. ولكن خلال الانتخابات السابقة رفع صدر شعار مختلف وهو شعار الأغلبية الوطنية، وبالتالي حاول أن يكسر القاعدة التوافقية والمحاصصة مع الأطراف الأخرى نتيجة لخلافات سياسية قد تكون تاريخية بين نوري المالكي وبين زعيم التيار الصدري. وسمعنا كيف أن نوري المالكي يتحدث بحقد وبغض كبير في التسريبات لزعيم التيار الصدري، وحتى يقول ندخل عليه النجف، يعني يهدد بقتله أيضا. هذه العداوات الشخصية قد تؤثر على المشروع الأيديولوجي الأوسع والأعمق. يعني الآن دائما الأطراف الشيعية الأخرى، هادي العامري خاصة، يريد أن يقنع هذه الأطراف بأن مشروعهم الأوسع أهم من هذه الخلافات الشخصية. ولكن الأوسع ماذا يقصد به؟ الأيديولوجي، يعني أن يبقى الحكم لتوافق شيعي داخل البيت الشيعي ولا يتم كسر هذا البيت. يعني ماذا دائما يقولون؟ يعني لمصلحة العراق؟ لا طبعا، هذا المشروع أيديولوجي يصب في مصلحة إيران، لأنه يحمل رؤية تحقيق ولاية الفقيه. ولكن هذه الخلافات والعداوات الشخصية أحيانا تؤثر على مستقبل المشروع، وكما نرى اليوم يعني الخلاف وصل بين التيار الصدري وإطار التنسيقي إلى كشف مواقع فصائل مسلحة، إلى الكشف عن جرائمهم. يعني من فوائد هذا الخلاف دكتور، يعني نرى اليوم كمية هائلة من المعلومات تأتي عن المغيبين، تأتي عن المراكز السرية في إطار الفضائح والتراشق. تماماً التراشق، لأن هذه المعلومات كانت موجودة سابقاً، ولكن لماذا لم يكشفوا عنها؟ لأن الجميع كان متورط فيها. عندما يحدث خلاف والقضاء يعلق أعماله طبعاً، يعني عندما لا يتم التعامل مع هذه الملفات على أنها ملفات حقيقية وحساسة وبحاجة إلى تدخل فوري. ولكن الإيجابي بهذه الصراعات البينية داخل هذه الأطراف أن هذه الملفات تنكشف. يعني ما كان يقوله العراقيون بأن الميليشيات المسلحة متورطة بالمخدرات، متورطة بعمليات الخطف والاغتيال، بعض المواطنين لم يكن يصدق هذا الأمر ويعتبره يدخل ضمن الإشاعات. الآن يرى طرف سياسي قوي مثل التيار الصدري هو الذي يكشف هذه الفضائح عن الميليشيات. هذا الأمر أمر إيجابي، يعني ضعف أو
دخول هذه الأطراف في هذه النزاعات يؤدي إلى كشف الكثير من الملفات التي كانوا متفقين عليها، التي كانت حتى المنظمات الإنسانية والدولية تسلط الضوء عليها ولكن لا من استجابة لها. طبعا، لأن الجميع كان متفق على هذه المنظومة، يعني الجميع كان يحافظ على إدارة النزاع، يعني لا يصل يبقى الأمر كحرب باردة، لا يصل إلى كشف الملفات وفضح الأطراف الأخرى. اليوم لا، نرى أن الأمر تجاوز هذا الأمر. الصدر يرى أنه من حقه، بما أنه فاز في الانتخابات وأنه حصل على 73 نائب برلماني، يرى أنه من حقه أن يختار التحالف الذي هو يريده مع الأطراف السنية والكردية ويذهب إلى مشروع الأغلبية الوطنية. ولكن عندما قام الإطار التنسيقي بعرقلة هذا الأمر يشعر بالإهانة، يعني أنتم لم تقبلوا يعني استحقاقي الانتخابي بغض النظر عن العمليات التزوير والتلاعب وعدم مشاركة أصلا العراقيين. هو يستحق، هو يرى نفسه أنه يستحق، إضافة إلى البعد الديني أيضا موجود. يعني مقتدى الصدر لا يريد أن يتعامل فقط كرئيس حزب أو كتلة، بل يفكر أن يكون مرجع ديني أيضا، وهذا الحلم قد يصطدم بالكثير من الوقائع أو بالكثير من الحقائق التي تعرقل أن يتحول إلى مرجع ديني، وخاصة في ظل الأوضاع المتدهورة الحالية. فهو ينظر إلى الأمور بصورة أوسع، يعني لديه طموحات أكبر، يرى أنه يجب أن يكون هو الطرف الشيعي المعتمد الذي يتعامل معه إيران مثلا، حتى إيران لا تتعامل مع عدة أطراف. يعني يرى أنه من المفترض أن يقوم بتحقيق هذه الأمور، ولكن الطرف الآخر الإطار التنسيقي أيضا يمتلك السلاح، لن يتخلى عن مكاسبه الذي قام بجمعها خلال الفترة الماضية. فمن وجهة نظر، يعني عندما نرى الصراع ليس على الوطن، يعني الصراع الحالي الدائر بين الأطراف السياسية ليس على الوطن ومصلحة المواطنين، بل هو صراع سياسي. ولكن ضمن هذا الصراع ينكشف ملفات فساد، مثلا يتم إضعاف مؤسسة مثل مؤسسة القضاء الذي كان سندا للأطراف السياسية ودائما لمشاريع الإطار التنسيقي. يعني ضمن هذا الصراع قد يتحقق أمور كان يحاول المواطن العراقي أن يراه منذ سنين. هذا الأمر الإيجابي الذي من الممكن أن نراه خلال هذه الصراعات ينكشف. أيضا إضافة إلى أمر آخر، الميليشيات المسلحة دائما كانت تستقوي أو عامل قوتها هي في غموضها. الآن عندما يتم الكشف عن مقراتها وقياداتها الغامضة التي أصبحت مكشوفة، فقط كشف هذه الفصائل وكشف مقراتها، يعني أنت تنزع 50% من قوة هذه الجماعات. هذا الأمر مهم جدا، يعني هذا الأمر تدريجيا أنت تفكك هذه المنظومات بصورة تدريجية. يعني سواء كان نية الصدر التخلص من هذه الميليشيات أو إضعافهم أو كان لديه أهداف أخرى، إلا أنه ضمنيا بطريقة مباشرة أو غير مباشرة يقدم خدمة كبيرة للمواطن العراقي عندما يساهم في إضعاف هذه الميليشيات وكشف ملفاتها. طيب أستاذ عبد الله، السقف المتوقع للاحتجاجات أو الصدامات ربما المستقبلية بين التيار والإطار، ما هو السقف من وجهة نظرك؟ ما هي الحدود القصوى التي ممكن أن تحصل في ضوء وجود مشروع إيراني في العراق؟ هناك عدة عوامل لتدرج الصراع ما بين الصدر وما بين الإطار وقواه المسلحة. أولا هو الموقف الإيراني، هو إيران الآن تنتظر موافقة أمريكا على شروطها في الملف النووي، والملف النووي أيضا حاضر حتى في قضية المحكمة القضاء العراقي، والمشكلة الأخيرة جاءت بتوجيه لانتظار ما يتسول عنه هذه الاتفاقية. هذا أولا. فإيران لحد الآن لا ترى مصلحة لها في دفع أي طرف من الأطراف لصراع المسلح فيما بينها. وأيضا العامل الثاني الأهم حقيقة، يعني ما بين القوى المسلحة في الطرفين هناك عامل، يعني نذهب إلى تفسيره بالشكل صحيح، عامل الجبن. هم يعني هم يمتلكون سلاح وعندهم قدرة لمواجهة المواطن البريء. قتلوا 1000 شهيد من ثوار تشرين بدم بارد، أعاقوا 25,000 إنسان عراقي، لأن السلاح بيدهم وهم المتهمين الوحيدين. هذه الأطراف المسلحة جميعها هي المتهمة بهذا الأمر، فلذلك هم يخافون بعضهم مع بعض، يعني عملية معنوية لا يستطيعون الصدام. والأمر الآخر اللي تفكر به جماعة الإطار عدم استخدام السلاح، على أن إيران إذا ما
قررت انه هذول لا يسمعون الصوت ولا يعقلون ممكن ان تسعى لاستبدالهم، ولذلك وهذا امر موجود، لانه ما يهم ايران هي مصلحتها، لا يهمها الاشخاص ولا تهمها التسميات ولا تهمها الشعارات ولا تهمها هذه ما يعلن عنه هم الحفاظ على البيت الشيعي والشيعه، وهذا كله ايران تعتبر هذا كلها يعني وسائل سيطرة على الشعب العراقي وإهانة للشعب العراقي باحتلاله. فذلك هم أيضا يدركون مقدار فهم إيران للوضع السياسي داخل العراق وقيمتهم، أيضا يعرفوها تماما، يعني كانوا يأخذون 110 دولار راتب الواحد من عندهم من القيادات، كان يأخذ راتبه في إيران وكان يستلم في التدريب العسكري اللي كان تحت بدر وغير بدر، فلذلك هم يعرفون. فلذلك هذه ثلاث نقاط اساسيه لا تدفع. اما اذا ما اقرت ايران الصراع الا بعد خسارتها العراق، ولا اعتقد هناك يعني خساره للعراق قريبه لايران، فلا هناك امل يعني للتصادم. ممكن ان لذلك حشر الصدر بان يجب ان يقف مع الاطار مره اخرى. طيب ساشه، عندما تتحدث مجلة جلوبال فينانس أن العراق في المرتبة 79 عالميا في نسب الفقر على مستوى العالم، يعني هذا الرقم أو هذه المرتبة، يعني عندما نتحدث عن مطالبات من التيار الصدري بحل البرلمان وكذلك عدم تسييس القضاء، ترى من 2005 هم مشتركون في العملية السياسية، ما هو المشروع المستقبلي الذي سينقذ العراق؟ هل هم سينقذون العراق من خلال حل البرلمان، من خلال هذه الاحتجاجات؟ يعني ذكرت أنه صراع على المكاسب السياسية وليس صراع من أجل المواطن العراقي، يعني لنتحدث تراشق وفضائح من هنا وهناك بين الأطراف المتصارعة على النفوذ وعلى السلطة، هل بيد أحد الطرفين الحل لإنقاذ العراق من الواقع المزري الذي هو فيه وانتشال المواطن من وحل الفقر؟ النظام الحالي أسس لزبائنية، كل طرف يستفيد بقدر ما لديه ثقل جماهيري وأيضا بقدر ما يمتلك من السلاح. هذا الأساس يعني ثابت والجميع يعرف تماما كيف يعمل هذه المنظومة، يعني منظومة زبائنية، الجميع يستفيد، تم توزيع الحصص بطريقة متساوية بين كافة الأطراف، لم يكن هناك أي طرف آخر سياسي لديه رؤية للنهوض بالواقع العراقي أو تحويل يعني الكثير من الأموال والإمكانيات إلى مشاريع حقيقية تخدم المواطنين. يعني طبعا منذ 2003 نحن نسمع الكثير من المشاريع الاستراتيجية من قطار بغداد إلى ناطحات سحاب إلى إنتاج الكهرباء وإصداره للخارج، يعني أبسط مثال، يعني كل رئيس حكومة كان يقول أننا في هذا العام سوف نتخلص من مشكلة الكهرباء. إلى الآن هناك 80 مليار دولار تم صرفه على هذا القطاع، وإلى الآن يتم الاعتماد على إيران لإرسال الكهرباء. طيب إلى العراق، يعني منذ عام 2005 إلى الآن جميع شعارات السياسيين على الإطلاق هو محاربة الفساد، يعني محاربة من؟ هل الشعب هو الذي هو الفاسد؟ يعني الشعب هو الفاسد؟ هل الشعب هو الفاسد؟ طبعا محاربة من؟ لنكمل الجزء الأول، وهو أن هذه الأطراف عقليتها ليست عقلية بناء، يعني هي يجب أن تعترف بأنها كانت في المعارضة. عقلية المعارضة ماذا؟ عقلية المعارضة هو تدمير ما هو موجود. إلى الآن تعمل بهذه العقلية، إلى الآن تعمل بعقلية النهب، إلى الآن تعمل بعقلية تفكيك الدولة. يا أخي أنتم وصلتم إلى السلطة، إذن عمروا. طيب. إذن أنتم كنتم ترفعون شعار المظلومية وترفعون شعار الدكتاتورية والاستبداد، الآن الحكم بيدكم وكل يعني بكل المعايير أخذتم كل الفرص. 19 سنة، يعني دائما في البلدان النهضوية نرى في أفريقيا نماذج نهضوية، خلال 4 سنوات يتغير واقع البلاد إلى دولة أخرى، إلى جنة. أنتم 19 سنة تكررون نفس الخطابات ونفس الشعارات، وإلى الآن لم تحققوا الحد الأدنى. لماذا؟ طريقة تفكير الأحزاب السياسية والقيادات السياسية هي تفكر بأن وصولها إلى الحكم في العراق هو فرصة قد لا يتكرر، وبالتالي يجب الاستفادة سواء على المستوى الشخصي أو الحزبي
أو الأجندة الخارجية المرتبطة بإيران من الخيرات الموجودة، لأنه قد يفقدون الحكم في أي لحظة. هم لا يؤسسون لبقاء الحكم، هم لا يؤسسون لعلاقات إيجابية مع المواطن، لذلك لا يكترث بقبول أو رفض المواطن لسياساته. يعني هو يدرك تماما أن هناك انزعاج شعبي منه، ولكن لا يكترث بهذا الأمر. هو تركيزه على جمع أكبر أرباح، يعني بسبب تفكيره القاصر لا يفكر في المشاريع الاستراتيجية، لأنهم ليسوا رجال دولة. يعني رجل الدولة دائما لا يفكر في الربح السريع، بل يفكر في إنشاء الأجيال المستقبلية والمشاريع المستقبلية، وحتى يفكر أن الثروات يجب أن تبقى للمستقبل للأجيال القادمة. هؤلاء يفكرون بعقلية المافيا وعقلية العصابات، يعني على منطق إنقاذ ما يمكن إنقاذه، ولكن سرقة ما يمكن سرقته، سرقة ما يمكن سرقته بأسرع صورة. يعني نحن نرى أن جميع الموارد المالية والإيرادات، مصدر الإيرادات من النفط، من المعابر الحدودية، من التجارة، من الصناعة، جميعها هم مسيطرين عليها. لا يوجد سياسي عراقي ليس عنده مجموعة من الشركات داخلة في كل مرافق السوق وفي كل مجالات السوق. الأمر الغريب أن العراق بلد غني جدا بالنفط وبالثروات، الثروات المادية والثروات البشرية. انظر إلى رواندا مثلا، حصل ما حصل فيها من مجازر وحروب أهلية، انظر إليها الآن ماذا حصل فيها. ويعني العراق الآن بعد 20 سنة لم يستطع أن يصل إلى رواندا التي كان يضرب بها المثل في الاقتتال الطائفي والاقتتال الشعبي. شخص واحد وعندهم فقر. رواندا ليست بلد نفطي. شخص واحد جاء إلى رواندا وقرر أن يغير بالكامل. شخص واحد جاء إلى سنغافورة ليكوانيو وقرر أن يغير. نحن لدينا 40 علي بابا و40 حرامي. طيب كيف يتم كلهم يحاربون الفساد، كلهم رافعين راية لا للفساد، لا للفساد، ولكن واقعيا الكل متورط في الفساد. وبالتالي هذه العقلية لا يمكن أن تبني، يعني هذه العقلية يمكن أن تدمر دولة. أي دولة تريد أن تقوم بإضعافها وتفكيكها فقد أرسل هذه العقليات العظيمة وهم يقومون بالمهمة. أما عمل بناء الدولة والتأسيس لمؤسسات حقيقية هم لا يكترثون بهذا الأمر، ولذلك نرى أن جميعهم يحملون جنسية أخرى. لماذا؟ لأنه يريد أن يؤمن خطر رجعه، يؤمن طبعا يؤمن الرحيل. وكما يقال أن المسؤولين في العراق يذهبون إلى السياحة، إلى الخارج للسياحة وللدراسة وللعلاج، فقط في الداخل يسرقون. يعني هذا المثال جدا ينطبق على هؤلاء، لأن عقليتهم عقلية قاصرة ولا يفكرون ببناء الدولة. والآن أيضا الصراع إذا ذهب باتجاه الإطار التنسيقي أو التيار، هل التيار الصدري سوف يؤسس لواقع جديد خدمي يخدم المواطنين؟ لو يريد التأسيس لأسس منذ 2005 وهو مشترك الحكومة، على الأقل كان مساهما بصورة فعالة في معارضة هذا الوضع السياسي. لماذا لم يكشفوا عن هذه الملفات الفساد سابقا؟ لماذا الآن هناك مشاكل بينهم وبين الأطراف الأخرى يكشفون هذه الملفات؟ يعني المواطن العراقي الذي يطلب الصدر دعمه في هذا الحراك يتساءل ولديه شكوك كثيرة. ما هو مستقبل العراق في حال هم وصلوا إلى السلطة؟ أيضا هناك مشروع أيديولوجي أيضا يريد أن يؤسس لزعامة دينية يعني ليس خاضعا لخامنئي ولكن مثل خامنئي. يعني العراقيون بطبيعة الحال استشغوا، يعني يتساءلون، يقولون متى يا ترى يكون بلدنا حاله كحال البلدان المتقدمة؟ نحن شعب نعيش في بلد غني بالنفط وغني بالموارد البشرية والموارد المادية، إلى متى يظل الحديث عن زعامة فلان وزعامة فلان والإطار الفلاني والتيار العلاني؟ ولكن هذه الأسئلة دائما نجد أنها مطروحة داخل الشارع العراقي ولا من سبيل للحل. المواطن العراقي يتساءل عن الحل، هل الحل هو عن طريق القضاء؟ هل الحل عن طريق الاحتجاجات، عن طريق الثورات؟ هل الحل بيد الخارج؟ هل الحل بيد الداخل؟ نطرح هذا السؤال مع ضيوفي الكرام بعد فاصل قصير، كونوا معنا مشاهدينا الكرام.
إذن المأزق السياسي مشاهدينا الكرام، نتساءل عن الحل. أين هو الحل؟ أين يكمن الحل في العراق؟ أستاذ عبد الله، دائما لسان حال المواطن العراقي، ما الحل؟ ما السبيل؟ هل السبيل بالثورة؟ هل السبيل بالانتفاضة؟ هل السبيل بالاحتجاجات؟ هل السبيل بالعصيان المدني؟ الكثير يعني من المراقبين يرون أن العصيان المدني هو أحد الحلول المطروحة. العراق بلد نفطي، لو أن منتسبي وزارة النفط وحدهم قاموا بالعصيان المدني لا ممكن أن تتدخل أطراف خارجية لوضع الحل في العراق. يا ترى حال العراق الآن أو حل العراق بيد من؟ المشهد السياسي العراقي من بعد الاحتلال خلقه الاحتلال ذاته، لم يخلق لذاته ولم يخلق بإشكال داخلي أو ثورة داخلية، إنما خلق الاحتلال لأهداف تدمير الشعب العراقي. وهذه الأزمات المتراكمة التي خلقت من المجتمع العراقي حالة جديدة حقيقة. هناك كثير من الوقائع داخل المجتمع العراقي غريبة وشاذة عن حال المجتمع العراقي، خلقتها الأزمة الاقتصادية والسياسية والأمنية التي جاءت بها العملية السياسية التي خلقها الاحتلال. فلا حل أمام العراقيين بأي، لا في تغيير هذا الحاكم، ولا في انتخابات جديدة، ولا في عصيان أمام مجلس النواب أو غيره. العصيان المدني يعتبر حل صحيح، لأنه يعتبر يعني ثورة سلمية بأبعد مداها، ولكن عليه كثير تلتزم كثير من الشروط اللي أن تكون متواجدة فيها حتى تنجح. الحل في الثورة بكل أشكالها، والشعب هو يقرر حقيقة وسائلها، ولكن الثورة بمعناها يعني التغيير الجذري، ليس كما يدعون التغيير الجذري يوقف أمام البرلمان. التغيير الجذري هو إلغاء العملية السياسية وإلغاء قرارات الاحتلال، قرارات بريمر جميعها، هذه هي التي تخلق واقع حال جديد. ومن يتخوف انه يقول لك كيف الغي الدستور؟ لا يوجد دستور، لا، في العراق موجود دستور 1958 وجدي لعام 1970، يمكن الارتكاز عليه واقامه نظام ثوري جديد، نظام شعبي يمكن ان يلغي كافه القرارات ويبني قرارات. ولدينا كوادر وقيادات عراقيه مؤهله مستقله وطنيه غير خاضعه لاي حزب وخارج عن الاطارات هذه المشكله ما بعد الاحتلال وحتى ما قبل الاحتلال، لانه اطر وطنيه تعمدت بتجربه وطنيه في العراق. هذه القوى تستطيع تغيير الواقع الحالي. لا مجال لاي استمرار للعمليه السياسيه. هذه العمليه السياسيه وفشلها وتراكم الفشل يؤدي حتما لانهيارات داخليه داخلها، وبالتالي نراها اليوم هي انهارت، لانه تراكم الفشل ادى الى انسداد كافه الحلول امامها، لانها لم تعد قادره على البقاء، لم تعد مؤهله للحياه. هذه هي امام الشعب العراقي. التغيير الثوري غيره لا يوجد حل باي صيغه باي صفه. ولذلك ترى بلاسكر تقتل نفسها هذه الايام وتحاول تلعب دور ابقاء العمليه السياسيه، لانه الاحتلال جاء بفكره تدمير الشعب العراقي واسس له بهذه العمليه السياسيه، وبلاسكارت هي الان مندوبه المجتمع الدولي في العراق لاستمرار هذا النظام السياسي. فعلى العراقيين الغاء هذا النظام بثوره شعبيه عارمه، ويمكن ان يكون حتى العصيان المدني المتكامل بالمرافق الاساسيه مثل ما تفضلت انت، المرافق النفطيه، المرافق الصناعيه ولو موقف صناعي، الدوائر الاخرى كلها تتوقف. ممكن وهناك يعني احنا نذهب بعيدا الى نخوه كثير من العراقيين داخل كثير من المؤسسات ان تنطق في يوم ما، حتى داخل الجيش، داخل المؤسسات الاخرى الامنيه. يعني احنا لا ننسى هناك نخوه عند الافراد الذين يعني عملوا داخل هذه المؤسسات لأسباب خارج عن إرادتهم أو لظروف المعيشة وظروف استمرار الحياة. طيب. فالثورة فضل. نعم سيد عبد الله.
انتقل للاستاذ شاهو. استاذ شاهو، نعم استاذ عبد الله، تريد ان تقول شيئا؟ لا ابدا، الثوره هي الحل الوحيد، والثوره بيد الشعب العراقي، والحل بيد الشعب العراقي، ليس بيد هؤلاء نهائيا، ولا مجال ان ننتظر من هؤلاء اي خير للشعب العراقي. استاذ شاهو، كما هو معلوم من 2003 الى الان هناك يعني مال سياسي، هناك ميليشيات مدججة بالسلاح، هناك أموال لتجهيز هذه الميليشيات بالأسلحة، وصل الحد الحال الآن بين طرفين، يعني تراشق وتهديدات وسلاح موجود منفلت، تمام؟ الآن الشعب العراقي هو شعب ثار في عام 2019 بثورة تشرين، ثورة سلمية طالبت بحقوق، جوبهت هذه الثورة بالميليشيات وبالحديد والنار. يا ترى هل ترى أن الحل من الداخل أم من الخارج؟ طبعا الحل لازم يكون من الداخل، لأنه المواطن العراقي أو المواطن في الداخل هو الذي يستطيع أن يغير للأفضل ويغير المنظومة بالكامل، لأنه إلى الآن للأسف هناك من مخدوع بهذه المنظومة السياسية، إلى الآن هناك من يتأثر بالدعايات الطائفية والدعايات المذهبية، إلى الآن هناك من أصبح مصالحه مرتبطا بهذه المنظومة، وبالتالي يخشى من يعني انهيارها. يعني الأمر المهم جدا أن لا يكون المواطن العراقي سريع النسيان. يعني نحن نرى أن الكوارث تحدث بشكل يومي، من تسريبات المالكي، من حرق المستشفيات فجأة، من أشياء أخرى، يعني حوادث أخرى، وبعد يوم واحد المواطن ينسى كل شيء. يعني المواطن عليه أن لا يقبل بهذا الأمر. الآن أنت تفضلت السلاح المنفلت في كل مكان، وقبله تفضلت أن نسبة الفقر ارتفعت، هم يرفعون نسبة الفقر حتى ينتشر البطالة، ولا يكون أمام الشاب إلا الانضمام إلى هذه الفصائل المسلحة. يعني هم يؤسسون لهذه الواقع الجديد داخل المجتمع، حتى يكون الحل الوحيد أمامك، حتى لو لم تكن أيديولوجيا، حتى لو لم تكن تؤمن بأفكارهم، ولكن هناك طريق واحد لكسب 300 400 500 دولار، هو الانضمام لهذا الفصيل المسلح. بالتالي أنت لا يوجد لديك خيار آخر. هم يؤسسون لهذا الأمر حتى يكون عسكرة المجتمع، ويكون هذا السلاح دائما مستنفرا، ومن الممكن اللجوء إليه في أي وقت لتصفية الحسابات السياسية. هذا الأمر يجب على المواطنين أن لا يقبلوا به، وكما رأينا أنهم عندما خرجوا وحاولوا أن يغيروا تكالب عليهم الجميع، من القوات الأمنية، من الميليشيات، عمليات قنص، عمليات اغتيالات، عمليات قتل بالكتم. حينها الأطراف المتصارعة اليوم جميعهم اتفقوا على إخماد التظاهرات، لأنها كانت فعلا تظاهرات حقيقية وشارك فيها جميع الشرائح. يعني يجب على المواطن أن لا ينسى هذا الأمر، أن هذه المنظومة عندما تحتفظ بسلاحها المنفلت، على الرغم من أن أداء القوات الأمنية أيضا عليها 1000 إشارة استفهام، ولكن أيضا تحمي وتحافظ على هذا السلاح حتى تقوم بقمع الشارع من جديد في حال يعني خرجت حراك أو خرجت حراكات شعبية أو مظاهرات أو احتجاجات من أي نوع من الأنواع. هذه الأمور للأسف يعني تحاول المنظومة السياسية من خلال السلاح، من خلال نشر الفقر، نشر البطالة، أن تجعل المجتمع في حالة خمول، أن تدفع المجتمع إلى أن لا يفكر أبدا بالتغيير. ولذلك كان القمع بهذه الصورة الكبيرة حتى يعطوا رسالة بأنه لا مجال وأننا مستمرون. ولكن على الرغم من كل هذه عمليات العنف والقمع، رأينا أنه بعدها أيضا خرجت مظاهرات. يعني المواطنون قد يهدؤون فترة، ولكن المشكلة لا يتم حل المشكلة عن طريق إخماد هذه التظاهرات بالقوة، بل عن طريق إنهاء أسباب خروج المواطنين. أنت ترى أن المشاكل البيئية مستمرة، المشاكل الاقتصادية مستمرة، الآن تعطلت مصالح المواطنين. يعني طرف يجمع أنصاره في هذه المنطقة وطرف آخر في هذه المنطقة، ويتحدثون عن إمكانية الصدام المسلح. في الصدام المسلح أيضا من يتضرر؟ المواطن البسيط سوف يتضرر، يعني سوف يهاجمون على المواطنين أيضا، وبالتالي المواطن يشعر أنه يعيش في حالة قلق. يعني يوم بعد يوم هو يشعر أنه في أي لحظة قد يشتعل الشارع وندخل في حرب، لأنه لا يوجد قوات مسلحة حيادية وذات كفاءة تستطيع أن تضبط الشارع. يعني نرى أن حتى الأنصار هذه الأطراف السياسية، القوات الأمنية تخضع أمامها بعكس تعاملها مع المتظاهر السلمي الذي كان يخرج في تشرين. وبالتالي هذا الواقع الذي قاموا بتأسيسه، على الرغم من أنهم
يعني ينفقون ملايين الدولارات حتى يؤسسوا لواقع جديد يقنع المواطنين بأن هذا الواقع لا يتغير، إلا أن استمرار أسباب الفشل واستمرار أسباب الفساد والكثير من العوامل الاقتصادية والبيئية والاجتماعية التي تؤثر على حياة المواطنين قد تدفع الشارع في أي لحظة إلى الخروج مجددا وإلى المطالبة بحقوقه. يعني الآن هو يتابع الأمر، لأن الآن كما قلت نزاع سياسي بين طرفين سياسيين لديهم مشاريع سياسية، وكلاهما كان مشاركا في الحكومات السابقة، وبالتالي هو لم يتدخل الآن، هو ينتظر إلى أين تذهب هذه الأمور. وبالتالي إذا لم يتم معالجة حقيقية للمشاكل الموجودة، وهناك أيضا من يعول على شعارات الصدر، إذا فعلا نفذ هذه الشعارات وكما يقول أنه سوف يحاسب حتى الفاسدين داخل التيار الصدري، إذا قام بهذا الأمر سوف يتحقق جزء كبير من مطالب العراقيين. ولكن هناك شكوك بهذا الأمر، لأن هذه الأطراف لا تقبل بأن تقوم بتغيير نفسها لمصلحة المواطن العراقي، ونتيجة لذلك فأن المواطن في أي لحظة من الممكن أن يتحرك كما فعل في تشرين ويكرر هذا الأمر، لأن العنف لا يمكن أن يعالج المشاكل، بل هو يقوم بكبت الشارع مؤقتا إلى أن يحدث فرصة أخرى للمواطنين للخروج مجددا. نعم، أخيرا أستاذ عبد الله، ما هي توقعاتك للمرحلة المقبلة في العراق؟ التوقعات هو ازدياد الأزمة، لأنه القوى الموجودة في العراق لا تفكر في حل إيجابي لصالح الشعب العراقي، ولا يمر بخاطرها مصالح الشعب العراقي. هم يعملون الآن بترحيل الأزمات وإيجاد حلول ترقيعية من هنا وهناك، ولكن بالحقيقة هناك تغير جديد منتظر فقط بعد الاتفاق النهائي ما بين أمريكا وإيران. وهناك يعني حتى النفلاسخة حقيقة يعني تعمل بجد لتأجيل كل المباحثات اللي موجودة لحين انتهاء هذا الملف. ويعني هناك على الشعب العراقي حقيقة يعني لازم يطالب بإبعاد هذه الجرثومة من العراق. نفلاسخة تعمل ضد مصالح الشعب العراقي بقوة، ولا يمكن هناك يعني إيجاد حل إيجابي ما بين الطرفين. وآخر ما يمكن نتوقعه الصدام، وهذا بعيد جدا الآن. فالثورة يعني هناك أمام الصدر حل واحد حقيقة، إذا بقى في منتصف الطريق فهي حالة انتحارية، يا أما يزاح بالقوة عن منتصف الطريق أو ينتحر، لأنه الوقوف بمنتصف الطريق في مثل هذه المعارك يعني حقيقة غباء سياسي بعيد، يعني صعب جدا على الصدر أن يبقى بمنتصف الطريق. يا إما يخرج مع الشعب العراقي ويسلم الراية إلى الشعب العراقي ويقود ثورة، وإما يترك العمل السياسي نهائيا ويترك الشعب العراقي بدون أن يستخدم شعاراته. والشعب العراقي كفيل بإزالة هذه النظم، وهذه النظم لا هي ولا أمريكا ولا أي دولة. إذا الشعب أراد أن يحقق انتصاره على هذه، أمريكا تخضع وغيرهم يخضعون. أستاذ شهو، المأزق السياسي يلقي بظلاله القاتمة على العراقيين في ضوء وجود الأحزاب والميليشيات الآن، في ضوء وجود مندوبة الأمم المتحدة، في ضوء وجود مجتمع دولي يتفرج، في أقل من نصف دقيقة كيف تتوقع المشهد المقبل؟ للأسف لا يمكن الاستبشار بالخير، وخاصة أن الأيادي على الزناد، يعني وهناك أطراف لا تستطيع أن تدير الأزمة بينها، وهناك فواعل إقليمية ودولية تدخلت وعقدت الأزمة أيضا أكثر، وبالتالي هذه الأطراف من الممكن أن تلجأ للقوة واستخدام العنف وإدخال البلاد مرة أخرى إلى دائرة الصراعات، نتيجة لعقليتها، عقلية الأزمة، عقلية الفشل، والتي سيدفع ثمنها المواطن العراقي بالأخير. شكرا جزيلا أستاذ شاغو الخرداغي، الباحث في الشأن العراقي، ضيفي في الأستوديو. وشكرا جزيلا أستاذ عبد الله سلمان، الكاتب والباحث السياسي، ضيفي عبر سكايب. في الختام مشاهدينا الكرام، تقبلوا مني أطيب تحية وفي أمان الله. شكرا أستاذ شاغو.